غير طبيعي، الوالدين بالآن بيحاولوا يوصلوا له فهم، فهو بيبتدي يستمع، قد يتلقى المعلومة وما يدرك أبعادها، وقد ما يتلقاها ويدرك أبعادها وتصبح جزء من سلوكياته. واحنا ضل بنطلبه انه الوالدين يكون عندهم وعي، فاذا ما تاسس الوالدين اساسا لانهم يكونوا والدين صالحين لتنشا جيل صالح، هي دي مشكله، لانه الجهل ما بالطبع ما حيكتسب الطفل خبره مناسبه ملائمه يعني لاوضاع متقدمه او لاوضاع متطوره. نعم دكتورة، إذا نحن بحاجة كأسرة كوالدين بحاجة لتنشئة الأطفال، بحاجة إلى يعني نوع من الصبر، كذلك مقدرة عالية على الحوار، على اختلاق الفرص. نتحدث من خلال هذا الحوار عن كيف يمكن أن ننشئ أبنائنا ونربيهم تنشئة تخلق لنا مبدعين، يعني تربية وتنشئة خالية من العنف، خالية من الكبت، تساعد على يعني وجود أطفال مبدعين أو في المستقبل شباب مبدعين خلاقين. معك دكتورة ومع المشاهدين، لكن بعد فاصل قصير. أهلا ومرحبا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، الصباح الجديد، فقرات متنوعة. فقرة زاد الصباح اليوم عن الأسس التربوية وأهمية التنشئة وكيف يمكن أن نربي أبنائنا بطريقة تعدهم لمستقبل مشرق وواعد ولبناء سودان الغد بشكل أفضل مما نحن عليه اليوم وبشكل أكثر تطورا يواكب الأمم المتقدمة ويصحب معه المفهوم الإسلامي بالتأكيد. معنا داخل الاستوديو الدكتورة إقبال كامل الباقر، اختصاصي علم الاجتماع. مرحبا بك دكتورة. مرحبا. قبل الفاصل كان حديثنا عن كيف ننشئ الطفل تنشئة تجعله إنسان مبدع خلاق له مقدرة على يعني قول الرأي وله مقدرة على التمرد بشكل إيجابي غير هدام له وللمجتمع. نعم، في الحقيقة الطفل هو مصنع على وشك أن ينشأ، فبالتالي يجب تهيئة المناخ المناسب له، وطبعا ده بكم زي ما قلت لك من أول إنه بيكون أساسا مبدأه الأسرة اللي هي الأسرة الصغيرة، بتبدأ من الوالدين الأخوان كذا كذا، تسلسل الوسائل التعليم التدريجية الابتدائي المتوسط الثانوي إلى أن يتخرج. فعشان إحنا نخلق فيه شخصية متوازنة تكون في المستقبل يعني منتية، لابد لنا إنه نخلق زي ما قلت ليكي الجو الطبيعي، المناخ الطبيعي، الاستقرار في الأسرة، عدم التمييز بين الطفل والطفل أثناء التربية، عدم الزجر، لأنه في أولياء أمور بيعتمدوا على الزجر والضرب كوسيلة من وسائل التربية. لا تقهر الطفل، كل ما قهرته كل ما هو يتقوقع تجاه نفسه، ودي المشكلة اللي إحنا ما عايزينها تكون يعني موجودة. فبالتالي إحنا لما نعينه على التعبير على نفسه عن نفسه بأي شكل كان، وأثناء تعبيره عن سلوكياته أو تصرفات أو آراءه الشخصية، نبتدي نصحح ما هو الطفل، وإحنا ذاتنا بنعلم وبنتعلم منه. فهي زي ما أقول لك تركيبة معقدة وفي نفس الوقت تركيبة بسيطة، لكن محتاجة من الوعي سهل ممتنع. نعم، سهل ممتنع، وهي محتاجة من الوعي وإدراك، لأنه المسألة ما مسألة زواج وبعدها إنجاب أطفال وهي بروتوكول شكل اجتماعي ظاهر، لا، هي يعني فعلا مسؤولية. مهم جدا إنه الواحد يدرك أبعادها وخطورتها، وفي نفس الوقت جمال ليتر أون لما الإنسان اللي قدام يكتشف إنه أولاده أصبحوا بيمثلوا بيئة صالحة أو نماذج مثالية يفتخروا بها. فاختار لابنك الوسيلة المناسبة لعمره لتوصيل معلومة ما أنت في غرض في نيتك إنك توصل له، يتحين الفرص لأنك تكسب خبرة جديدة
تضاف للقاموس بتاعه، بالإضافة لأنه كل ما يتحدث الطفل كل ما أنت بتكتشف عيوبه وطريقته في التعبير ذات نفسها، بتبتدي أنت تحاول يعني تطور فيها أو تنقيها تفلترها. فأهم شيء طبعا الوالدين، عدم الحياز لواحد من الأطفال، العصبية شكل مرفوض من أشكال التربية، التمييز شكل مرفوض من أشكال التربية المرفوضة، تمييز بين الأبناء، بين الأبناء أيوة، حس إنه هو محبوب زي أخوه الأكبر منه، أو أنتوا بتعاملوا دي أحسن من دي، الفروقات. بعدين إحساس مهم لازم تزرعه في الطفل، الثقة بالنفس، إنك تديه ثقته في نفسه، بحيث إنه لما يواجه مجتمع بعيد من أسرته اللي هي بتحميه وبترعاه، يكون عنده قابلية على التفاعل مع الحدث الجديد والموقع الجديد اللي هو بموجود فيه. فبالتالي قطع شك انه حيكون عنده شخصيه مستقله، اصبح عنده شخصيه مستقله، اصبح عنده تعبير مستقل، اصبح عنده هويته اللي بتعنيه تحديدا. بيقول لك مثلا طارق ده ولد ذكي وكده لكنه مشاغب مثلا، او اتسم بصفتين، الصفتين جو من وين؟ نتيجه تراكمات حصلت اثناء التربيه. نعم فزي ما قلت لك المؤسسة بتاعت التربية مسألة بسيطة معقدة في نفس الوقت. أهم شيء بتبدأ من الأسرة، على الأطفال ذات نفسهم إنه إذا حسوا بإنه في 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 وسيلة ممكن تعينوا على التعليم أن يطالبوا بها، ده حق من حقوقهم. أعتقد إنه لابد إنه نديهم المساحة دي، لأنه في طلب الطفل لشيء معين أكيد ده بيوفي أو بيوفي له جزء من حقوقه اللي هو بيفتكر إنه هو من حقه إنه يعبر عنها. فبالتالي أنت لما تدي المساحة دي بتنمي فيه الحاجات اللي أنت ممكن يعني أنت في الليلة في المجتمع، في الدكتور وفي المهندس، ما ممكن كلهم تخليقهم كلهم شخصية معينة بطريقتك أنت وبفهمك أنت، يعني ما تقول عايز ولدي يكون دكتور، لا خلي ولدك يتخذ قرار ويقرر انه هو عايز يكون شنو من خلال تراكمات التربية والتنشئة ووسائل التعليم والإعلام والمؤثرات الحواليه. لأنه في النهاية لما أنت تديه حاجة هو ما راغبة ويأديها، ممكن يأديها لكن بدون متعة، إذا ما حيكون في إبداع. لما ما يكون في إبداع معناها ما في جديد، الروتين أصبح جزء من الحياة، أصبح الملل، تولد من خلاله إحباط. نعم فبالتالي بيكون مقهور أو اتقوقع تجاه حاجة معينة ما خلق فيها أي تجديد، وده ما مطلوب. إحنا بنطلب إنه تكون في تحديث وفي تطوير في سلوكياتنا ونواكب المجتمع الخارجي. طبعا إحنا كمجتمع عربي أو المجتمع الشرقي بصفة عامة بيعاني كثير جدا جدا من ضغوط كثيرة ومن مؤثرات خارجية وداخلية بتقمعه. نديهم جزء من الحرية عن تعبير رأيهم، عن التعبير عن رأيهم. نعم دكتورة، من خلال التعبير عن رأيهم أو يعني نحن كأسر كآباء أمهات نحتاج إلى يعني إلى فضيلة الإنصات. نعم. مشغولين دائما بالأعمال، بعد الأعمال مشغولين أحيانا بهواياتنا، أحيانا بمشاهدة مسلسلاتنا وبرامجنا المفضلة، لا نسمع أبنائنا. يعني كثير من الأسئلة تدور ربما إجابة محددة على سؤال تولد لدى الطفل رغبة، تولد لدى الطفل مقدرة على إبداع، تولد لديه إجابة كبيرة على سؤال ربما أو مشكلة تواجهه في المستقبل. إذن الإنصات والاستماع لأبنائنا في حد ذاته فضيلة وعامل أساسي، وهي فضيلة ومن آداب الإسلام الاستماع. يعني خلي بيتكلم يقول كلامه لغاية النهاية، أديه حقه، ما تفتكر إنه هو لسه طفل صغير ما من حقه إنك تسمعيه، لأنه أنت هنا بتهيئ له جو خارجي أنت ما مدرك أبعاده. ليه؟ لأنه مشى لصديقه، اتعرف على إنسان تاني، لقى لي وسيلة تعليمية قد تلقن المعلومة لكن ما بالطريقة الصحيحة المقصودة. فلا تغفلي عن تربية ابنك، وما تدي فرصة لوسائل تانية تدي معرفة لابنك بشكل سلبي يؤثر عليه لاحقا. يعني مهم جدا الإنصات وحرية التعبير عن الرأي، إن كان السلبية لابد إنك تساعديه على إنه يصحح مساره، ما بالقهر ولا بالزج، بالإقناع، المقتنع بإقناع. فأديه فرصة إنه يعبر عن نفسه. على فكرة كل ما الإنسان، ما هو الإنسان درجات في تركيبته النفسية، إذا عبر عن الحاجة دي وتصححت بعدها بيفتش للبعدها، عايز الجديد، عايز كذا. نعم. كذا. نعم دكتورة، يعني من خلال التعبير اللفظي للطفل نستطيع فهم شخصيته، نمنحه مساحة للتعبير بالإنصات إليه، لكن ماذا عن مساحات التعبير عن النفس بممارسة الهواية؟ لأي درجة تلعب الهواية أهمية كبيرة في تنشئة الطفل تنشئة سليمة وقتل وقت الفراغ الذي ربما يولد لديه تساؤلات، يولد لديه سلوكيات غير محبوبة في المجتمع؟ الحقيقة إنه معظم الأمهات والآباء ما عندهم وقت كفاية للأبناء،
فبالتالي الطفل بيلجأ للتعبير عن نفسه بمجهوده الشخصي، ودي مشكلة كبيرة جدا. بيلجأ للشارع، بيلجأ للأصدقاء، للجيران، وتفاوت يعني ثقافة كل أسرة من أسرة، حتى لو هم في بيت واحد طريقة التفكير ده بتختلف عندي. فوجوده في 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 مواقع مختلفة بتعليم خارجي بدون كنترول، بدون ضبط عليه وبدون مراقبة، قطع الشكل النتيجة حتكون سلبية، لأنه ما كل اللي أنت عايزة توصليه هو صح. أهم شيء كمان أنت تكوني عارفة المعلومة الصح اللي بدك توصليها له. هو إحنا ما نتكلم على إنه هو لازم نعلمه الصح، إذا كان إحنا ما عندنا أساسيات صحيحة فهو حيتلقى من وين؟ ما عنده مصدر آخر. فلابد إنه نتيح له فرصة، ولابد إنه نديه يعني حق إنه يمارس به هوايته ويقتل وقته في الشيء اللي بيحبه. في طفل يقول لك أنا عايز أصور، يمسك الموبايل يبتدي يلتقط لقطات، يعمل حاجات حتى لو هي في شكلها بالنسبة لنا إحنا ككبار بنعايلها نلاقي إنها ما حاجة يعني فيها شيء، يعني بالعكس هو مجرد لعب وتلف للآلة، لكن بالعكس هو بيبتكر، حاسس إنه هو أنجز حاجة. يقول له والله ما شاء الله يا ولدي أنت عملت حاجة كويسة، الصورة جميلة لكن لو عملتها بالزاوية دي حتاخد شكل أجمل. علميه وساعديه، ما تقول له بلا قراية بلا لعب بلا جري في الحلة بلا كذا، لا. طيب أنت أملي له الوقت اللي بيجري به في الحلة بشيء مفيد ينفعه ويعينه على أنه يطور في نفسه وينمي في ثقافته لقدام. نعم دكتور، لدينا العديد من المحاور عن أهمية التنشئة الإسلامية في إعداد جيل صالح، بالإضافة لأهمية التربية الوطنية التي تغيب عن مناهجنا في السودان بشكل كبير. العديد من المحاور كنا نتمنى نتناولها معك، لكن أتمنى على الإخوة في الإعداد والأخ ماهر أن نلتقي الأسبوع القادم السبت القادم لمواصلة هذا الحوار والعديد من المحاور التي تتولد أيضا أثناء حوارنا معك دكتورة. كان حوارا سريا، شكرا جزيلا لك لقدومك للاستوديو دكتورة إقبال كامل الباقر اختصاص علم النفس والاجتماع، شكرا لك دكتورة. شكرا لكم جزيلا. مشاهدي الكرام، يتواصل الصباح الجديد معكم فقرات متنوعة، لكن بعد فاصل قصير.